جدل واسع ذلك الذي يدور وسط الفاعلين الاقتصاديين وحتى بين المواطنين البسطاء على خلفية أنباء مفادها أن الحكومة تراجعت عن قرار العودة إلى الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بعد مضي 2 فقط عن تصريحات وزير التجارة بختي بالعايب التي أعلن من خلالها عن عزم الحكومة اعتماد هذا القرار في مشروع قانون المالية لسنة 2017 دون تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن. لم يصاحب بتفسيرات أو توضيحات لمثلا الآليات التي تؤثر مثل هذه العملية، باستثناء الإشارة إلى تحضير وإعداد دفتر شروط يؤثر العملية، كما أنه لم يتم تحديد الأطراف المعنية بعملية الاستيراد، سواء كان خواص أشخاص أو أفراد أو متعاملين ممثلين أساسا في وكلاء السيارات. وبالتالي فإن هذا الغموض أو هذا الالتباس هو الذي جعل إعلان وزير التجارة يثير جدلا واسعا بين رافض ومتحفظ ومرحب بالقرار. رغم الجدل المثار حول هذه الخطوة على المستوى الوطني، إلا أنه لم يجري تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي من طرف أي مسؤول في الحكومة ولا حتى المسؤول الأول عن القطاع بختي بالعايب، في الوقت الذي يؤكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن المقترح يبقى قائما إلى حد الساعة، وإلغاؤه لن يكون إلا بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبر اجتماع مجلس الوزراء. فقانون المالية المرتقب هو الوحيد الذي سيفصل في عودة الاستيراد من عدمه. عندي اطلاع من مصادر رسمية من إطارات من وزارة التجارة يقولوا بأنه مشروع ماشيين فيه، وهو سيعرض على البرلمان بغرفته بعد بطبيعة الحال الموافقة في مجلس الحكومة على مثل هكذا قرارات، ومن ثم اللجوء إليه يتوضح في نهاية السنة إذا مشوا في هذا القرار. إذن ووسط التزام المسؤولين الصمت إزاء مصير هذا القرار، يبقى المواطنون الراغبون في كسب سيارات بمواصفات دولية وجودة عالية وبأقل الأسعار ينتظرون ما سيخرج به مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد مروره على مجلس الوزراء.